في أول تصعيد ميداني دعت إليه حملة المليون لمحاكمة الحوثي في العاصمة صنعاء، احتشد الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحوثي صباح يوم الثلاثاء الماضي، بينهم أكاديميون وحقوقيون وشخصيات اجتماعية على رأس مشائخ ووجهاء صعدة، في مسيرة انطلقت من شارع العدل إلى أمام مبنى رئاسة الوزراء. طالب خلالها المتظاهرون الدولة ببسط نفوذها على صعدة واستعادة كافة المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، مستنكرين صمت الدولة ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق إزاء ما يجري هناك. وخلال المسيرة التي شارك فيها مجاميع كثيرة من نازحي صعدة والمهجرين بسبب جرائم الحوثي ضدهم، رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بمحاكمة الحوثي ووقف أعماله الإجرامية بحق أبناء صعدة وكافة المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، إذ رفع المتظاهرون لوحات كتب عليها: نطالب بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الحوثي في محافظة صعدة وحجة وعمران والجوف، وكذلك الحوثيون يرتكبون جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاختطاف والتعذيب والتشريد ومصادرة الأموال والممتلكات والاعتقال. إضافة إلى لوحات كبيرة قال الداعين للمسيرة أنها تلخص مشروع الحوثي، كتب فيها: الحوثي اغتال السلام ودمر مدينة السلام وزرع فيها الألغام. وفيما بدا أنها صرخة المقهورين، حمل المتظاهرين لوحات كثيرة كتب عليها: الحوثي قتل أبي ودمر منزلي. وكتعبير عن حالة المشردين بالعاصمة بسبب مطاردة الحوثي لهم في صعدة ومنعهم من البقاء في مواطنهم، حمل مواطنون ومعهم عائلاتهم لوحات كتب فيها: من حق أطفالنا أن يتعلموا كغيرهم، لكن الحوثي أغلق مدارسهم وهجرهم من منازلهم.